قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. ارتاح ذو الأنف الطويل وبدا منصتا لما يتلى من الذكر. في تلك الأثناء جاء أحدهم يلبس جلابة بها خطوط عريضة، يحمل صينية ملئت كؤوسا من شاي. مد يده وأخذ كأسا بادر برشفة منه. بعد نحو ساعة رأى رجالا يحملون أغطية طاولات، وقد أدرك الجميع أن لحظة تقديم وجبة العشاء قد دنت. انشرحت أسارير البعض وظهرت لا مبالاة على آخرين، يبدو أن حضورهم كان للقيام بما يصنفونه واجبا. ذو الأنف الطويل. قضيت صلاة الظهر وأعلن عن إقامة صلاة الجنازة. قال الصوت الذي جاء عبر أبواق المسجد إنها جنازة رجل. سمعت أصوات بين الهمس والجهر تحوقل وترجع، وأخرى تستغفر الله لنفسها وللميت. ثم وقف الجميع وسمع الإمام يكبر، وما أن سلم وسلم بعده المصلون حتى تحركت جموع خارجة من المسجد. ثم ظهرت مجموعة تحمل النعش، وقد وضع عليه ثوب أخضر طرزت عليه آيات من القرآن بخيوط مذهبة. غير بعيد كانت تنتظر سيارة لنقل الأموات. انتظم الموكب الجنائزي وقد ضم أكثر من 15 سيارة وانطلق إلى المقبرة. في باب المسجد بين آخر الخارجين تقدم أحدهم من رجل وسأله عمن يكن المتوفى. حوقل الرجل وقال إنه الحاج عبد القادر، لم يضف إلى الاسم لقبا ولا صفة، ولذلك سأله الحاج عبد القادر من؟ رد الرجل الذي بدا متعجلا بأن قال ولد المختار. سريعا انفض من كان بباب المسجد ومضى كل إلى حال سبيله. يبدو أن الذي سأل عن المتوفى لا يعرف أحدا من أهله. من هيئته يبدو أنه لا يسكن الجديدة. في أشهر الصيف كثيرون هم الذين يتوافدون على الجديدة للاستجمام، من لا يعرف شاطئ سيدي بوزيد. بعد ساعتين عاد إلى منزل المرحوم الحاج عبد القادر ولد المختار عدد ممن شيعوه إلى مثواه الأخير. أبواب المنزل المطل على طريق المنار كانت مشرعة، وفي المدخل كراسي خشبية، في الداخل حركة دائبة، ومن جهاز راديو كاسيت تأتي آيات من القرآن الكريم يرتلها صوت شجي. الطابق الأول أنير بالكامل. بعد صلاة العشاء بدأ يتوافد على منزل العزاء رجال من معارف الفقيد وأقاربه، ومن المسجد القريب جاء 10 من الطلبة، ما أن أخذوا مكانهم في القاعة الكبرى في الطابق الأرضي حتى صدحت أصواتهم بتلاوة القرآن. لاحقا رددت الأصوات ذاتها من الأمداح النبوية الأكثر تداولا، وبدأ بقصيدة البردة للإمام البوصيري. وفي لحظة توقفت فيها التلاوة ملئت الأجواء أحاديث كانت منكتمة فيما يبدو، وخاض أصحابها في أمور كثيرة، وشهد رجال يتصافحون وآخرون يتعانقون بعد غياب دام مدة طويلة. في زاوية من القاعة الفسيحة جلس رجل لا يبدو أن أحدا يعرفه. كان حين يكتشف نظرات بعضهم إليه يرد بابتسامة تتمدد لها شفتاه دون أن تكشف عن سن من أسنانه. أنفه الطويل بشكل لافت للانتباه كان يضيف غرابة إلى منظره الغريب أصلا وهو يجلس منعزلا. التفت نحوه الذي يجلس بجانبه وباغته بأن سأله إن كان من عائلة المرحوم. رد بأنه من أصدقائه القدامى، حسب أن لا يسأله بعد ذلك، ولكن الرجل الذي يبدو على باب 50 رد بأنه يعرف المرحوم الحاج عبد القادر ولد المختار منذ ما يزيد على 18 عاما. لم يضف شيئا إلى كلامه، بينما ارتسم على وجهه ما يشي بانشراح وربما ببعض من الافتخار. هل أراد إلى المباهاة؟ لعل ذاك السؤال وأسئلة أخرى مثلها دارت بخلد ذاك الذي قال إنه صديق قديم للمرحوم. التفت إليه من جديد الذي بجواره، لم يعد يخامره شك في أنه سيسأله مرة أخرى. أسئلته تلك تخيفه، وقبل أن يفوه بكلمة انطلق من غير بعيد صوت أحد الطلبة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينطلق في تلاوة سورة الرحمن.
صمت الذي كان يهم بسؤاله من جديد. ارتاح ذو الأنف الطويل وبدا منصتا لما يتلى من الذكر. في تلك الأثناء جاء أحدهم يلبس جلابة بها خطوط عريضة يحمل صينية ملئت كؤوسا من شاي. مد يده وأخذ كأسا بادر برشفة منها. بعد نحو ساعة رأى رجالا يحملون أغطية طاولات، وقد أدرك الجميع أن لحظة تقديم وجبة العشاء قد دنت. انشرحت أسارير البعض وظهرت لا مبالاة على آخرين، يبدو أن حضورهم كان للقيام بما يصنفونه واجبا. قليلون هم الذين كان يبدو عليهم الحزن لفراق الحاج عبد القادر. وهو يتأمل الوجوه الحاضرة بدا ذو الأنف الطويل وقد شرد ذهنه ولم يعد يصغي بكامل قواه إلى ما يتلى، ولم ينتبه إلا حين سمع أحد الطلبة يختم التلاوة قائلا: آمنت بالله صدق الله العظيم. عم الصمت لثواني قليلة، ثم ارتفعت الأصوات تخوض في مواضيع شتى لم تغب عنها أخبار كرة القدم. هي لحظة حرجة أخرى يواجهها ذو الأنف الطويل. التفت إليه الذي بجواره وقال له وهو يمد يده ليصافحه: اسمي عزيز، عزيز بوزكري، وأنا عبد الله بهجاوي. كذلك رد ذو الأنف الطويل، ولعله لم يلاحظ أن عزيز إنما أراد أن يعرف عنه أكثر. ومرة أخرى كان سباقا إلى كشف مهنته ما زعم أنها مهنته: أنا تاجر وأنا سائق شاحنة. تصافح ثم عاد عزيز ليسأله وكأنه يريد المزيد من التدقيق: قلت إنك صديق قديم للمرحوم. نعم. من حيث لا يدري وضع رجلا أولى في الفخ، لم يكن يعلم شيئا عن حرفة المرحوم الحاج عبد القادر. قال عزيز إنه تعرف إلى المرحوم قبل نحو 20 عاما، صادفه في مناسبة أحد أقربائه كان من معارفه وقدمه إليه. قال له إنه كان تاجرا مثله. قد يكون انتظر أن يأتي ذو الأنف الطويل على ذكر طبيعة نشاطه التجاري ذاك، ولكنه سكت فقصفه بسؤال جديد لعله الأكثر إحراجا: وأنت كيف تعرفت إلى الحاج عبد القادر؟ نعم، كيف تعرفت إليه؟ جاءني مرة يطلب أن أنقل له بضاعة إلى مكناس بشاحنتي، منذ ذلك الحين ارتبطنا بعلاقة صداقة متينة. في تلك الأثناء جاء بأطباق من الكسكس وانهمك الحضور في الأكل. من موائد في عمق القاعة يأتي كلام كان أغلبه غير واضح تماما. كان ذو الأنف الطويل يأكل بسرعة لم يعهدها كثيرون ممن أخذوا أماكنهم حول المائدة، وكانت طريقته في الأكل تلك تثير الانتباه والاستغراب. كان هناك من توقف عن الأكل وظل ينظر إلى ذي الأنف الطويل وهو يخوض معركته تلك مع الكسكس اللذيذ. لما فرغ من الأكل سمع يتجشأ بقوة استوقفت وجوها ارتسمت على ملامحها علامات استنكار بادية. شهد رجال يحملون الصحون وبها بقية من كسكس ولحم، ثم سمع صوت جاء من حيث جلس الطلبة وهو يدعو للمرحوم ولعائلته أرملته وأبنائه بالصبر وللآخرين. كان الحضور يؤمنون، ثم انتهت الأمسية الدينية وبدأ الحضور يغادرون. قام ذو الأنف الطويل وتقدم نحو الباب، وقد فاجأه أن يكون من بين المودعين ذاك الذي كان بجواره. لما صافحه جذبه إليه وهمس في أذنه: لا تفعلها ثانية. ماذا؟ سؤاله ذاك كان يثير الاستغراب وغير قليل من الفضول. جذبه إليه ثانية وهمس في أذنه أن ينتظر. هز رأسه موافقا، خرج وقد حسب الذي طلب منه الانتظار ولم يكن سوى عبد الوافي أحد أبناء الفقيد أنه لن يغادر، ولكنه لما خرج يريده لم يعثر له على أثر. مرت عدة أيام، وبينما كان عبد الوافي في المرسى لمحه، لم يكن من الوجوه التي تمر دون إثارة للانتباه، فأنفه الطويل يشد إليه الأنظار. اقترب منه ووضع كفه على كتفه ببعض اللين. لما التفت إليه قال له: كما ترى يا عزيزي العالم صغير جدا. ابتسم ابتسامته الغريبة تلك، لم يدع له مجالا للتنصل. قال له: في المرات المقبلة احذر أن تدخل بيوتا لم يأذن لك أصحابها بالدخول.
كانت الرسالة واضحة، بادر ذو الأنف الطويل بالاعتذار. قال لعبد الوافي إنه كان جائعا ولذلك لم يجد من وسيلة سوى الاندساس بين الوافدين على بيت العزاء. علم منه وقد رق لما قاله أنه يسكن كوخا خلف إحدى بنايات المرسى. حكى له أنه كان فيما قبل 20 عاما أبا لأسرة، ولكنه بسبب إدمانه على الخمر طردته زوجته وساعدها أولادها، وجاء من الدار البيضاء إلى الجديدة مشيا على الأقدام. قال لعبد الوافي إنه دأب حين يجد الفرصة مواتية على الاندساس بين المدعوين إلى الولائم، واعترف بأن الجرة لم تكن تسلم في كل مرة، إذ كثيرا ما تم طرده بعد أن ينال ما يناله من لكم وصفع وشتم. نظر إليه مطولا، دس يده في جيبه وقد تأثر لحكايته، وأخرج مبلغا من المال لم يعرف قدره ودسه في يده وانصرف. استأنفت المرأة كلامها وقد أعادت النظارات إلى عينيها. كانت تقرأ في مطبوع تضعه بجانب ملفه. سردت عليه الوثائق التي ينبغي له أن يقدمها ليستفيد من المعاش. شكرها ثم انصرف. كان لونه ممتقعا، يعتقد أنها النهاية، وقد حدث نفسه وهو يعود إلى المكان الذي يعمل به بأنه لن يستطيع العيش خارج الميناء وخارج إدارة الميناء وبعيدا عن تلك المجاملات التي دأب أن يكيلها للذين يعدهم جميعا رؤساء. رجل باغته التقاعد في حي الحرية بالمحمدية على مدى 20 عاما ظل الغازي عمريسي وجها مألوفا له بعض من الهيبة، فقد كان الرجل الذي انتشرت على شعر رأسه بضع شعرات بيضاء يعتني بهندامه بشكل ملحوظ. في الغالب من الأوقات مهما تبدلت الفصول وتعاقبت كان يرتدي بذلة بلون أزرق داكن وقميصا أبيض حينا وأزرق فاتح أحيانا أخرى. لديه بضع ربطات عنق يحرص على أن تغطي له أيام الأسبوع. حين يضع على عينيه نظاراته السوداء فإن تقاسيم وجهه التي لا تخلو من حدة تزيد إلى تلك الهيبة التي له هيبة أخرى. المنحرفون من الشبان واليافعون يحسبونه من رجال الأمن، ولعل ما قوى لديهم ذاك الاعتقاد أن الغازي لم يكن منفتحا بالكامل على محيطه المباشر. في الزنقة التي يسكنها لا يزيد على الإلقاء بالتحية حين يصادف أحد الجيران أو جماعة منهم في طريقه. كان لديه اعتقاد لا يتزحزح بأنهم كلما مر بهم اغتابوهما أن يبتعد، ولعله كان يحس ببعض من متعة ولذة وهو يبقي على ذاك الغموض الذي يعتري شخصه في نظرهم. صديقه الوحيد في حي الحرية رجل كان مثله يعمل في ميناء الدار البيضاء، كان مثله عون خدمة في إدارة الميناء. في الصباح الباكر يغادر منزله، يمضي إلى الشارع الرئيس وينتظر سيارة نقل موظفي إدارات الميناء، وكان خلو السيارة من كل كتابة تدل على تبعيتها مما يرضي الغازي، ففي ذلك ما يبقي على هيبته تلك. كانت زوجته الهوارية تسايره ولم تكن تخوض فيما يخص عمله، ولقد أحست مرات كثيرة بمحاولات من جاراتها النبش في سيرة زوجها. كانت تعمل في مقاولة للخياطة عملت بها سنوات زادت على 10، ولما تعرف عليها الغازي في أواسط 70ات كانت قد تخطت 40. يحكى أنها كانت تكبره بسنوات 5 على الأقل. لم يرزق الولد بعد حمل وحيد انتهى بإجهاض. ثم ذات صباح لن ينساه، بينما كان في المكان الذي وجه للعمل فيه في ميناء الدار البيضاء جاء من يطلب منه التوجه إلى مصلحة الموظفين. لم يخبر بالموضوع، وهو في الطريق إلى هناك ظن أنها ترقية حصل عليها. طرق باب مكتب رئيسة المصلحة، تلك التي ينادونها مدام زكية، امرأة رشيقة متوسطة الطول تزيد من أناقتها نظارتاها الطبيتان ذواتا الإطار البني الغامق. من وراء الباب جاء صوتها يقول أن ادخل.
فتح الباب ببطء ينم عن ذاك الخليط من الخوف والاحترام الذي يحرص على إبدائه لرؤسائه. هناك يعدهم جميعا رؤسائه. وقف أمام مكتبها، كانت منهمكة في تصفح وثائق تتأملها واحدة واحدة قبل توقيعها. حبس الرجل أنفاسه وصار ببذلته الزرقاء الداكنة يبدو كالصنم. رن أحد الهاتفين الموضوعين على مكتبها، أجابت ثم واصلت المكالمة بالفرنسية لم يفهم منها الكثير. ولما انتهت وأعادت السماعة إلى مكانها نظرت إليه، ابتسم بتردد، عيناه تنطقان بترقبه ما يظنه مفاجأة سارة. أنزلت النظارتين من عينيها ووضعتهما على المكتب، استلت ملفا من بين ملفات سيعلم أنه ملفه هو، حيث سطر كل ما قام به منذ أن التحق بإدارة الميناء قبل 20 عاما. يعلم أن تلك الملفات تحتوي على أشياء كثيرة هي نظريا في حكم الأسرار. قالت له اجلس. لعلها المرة الأولى في مساره المهني ذاك يطلب منه الجلوس. امتثل وجلس على كرسي بجوار المكتب الخشبي. عادت تنظر إليه. قالت له مبروك. لم يجد لديه من تفسير لمباركتها تلك إلا أنه قد رقي بما يعنيه ذلك من زيادة في الأجر. شكرها بعبارات نصفها لم تسمعه جيدا. أبلغته أنه سيحال على المعاش بداية من مستهل العام. لم يستوعب ما قالته رئيسة مصلحة الموظفين، وقد اعتقد أنها أخطأت في الشخص، ولذلك بادرها بأنه لم يبلغ بعد سن التقاعد. ابتسمت، وحتى تبدد كل ما لديه من شكوك سألته: ألست الغازي؟ نعم سيدتي. ألست الغازي عمريسي؟ نعم سيدتي. إذن ليس هناك أي خطأ في الوثائق التي في ملفك، فإنك ستكمل 60 في نهاية العام، وبداية من فاتح يناير المقبل ستحال على المعاش. اختلطت بداخله مشاعر متناقضة، ود لو يبكي، ود لو يستطيع الصراخ. كانت المدام زكية تنظر إليه بصمت، قد تكون قرأت في عينيه كل ما يريد أن يكتمه خوفا ربما أو احتراما لرئيسة مصلحة الموظفين. ثم استأنفت المرأة كلامها وقد أعادت النظارات إلى عينيها، كانت تقرأ في مطبوع تضعه بجانب ملفه، سردت عليه الوثائق التي ينبغي أن يقدمها ليستفيد من المعاش. شكرها ثم انصرف، كان لونه ممتقعا، يعتقد أنها النهاية. وقد حدث نفسه وهو يعود إلى المكان الذي يعمل به بأنه لن يستطيع العيش خارج الميناء وخارج إدارة الميناء وبعيدا عن تلك المجاملات التي دأب أن يكيلها للذين يعدهم جميعا رؤساءه. ثم كيف له أن يحافظ على تلك الهيبة التي يحيط بها نفسه وتجعل الآخرين يقفون عند حدود رسمها لهم بنظراته وسكوته وكتمانه أشياء كثيرة عن حقيقة شخصيته. حاول أن يقنع نفسه أن الإدارة وقعت في خطأ، ولعله نسي أن تاريخ الازدياد المكتوب في ملفه إنما أخذ من شهادة الميلاد التي تقدم بها إلى الإدارة يوم تم تشغيله قبل 20 عاما. ذاك المساء، ولن تنساه زوجته الهوارية، جاء إلى المنزل منهارا. دخل وألقى بالتحية بصوت خفيض، كان عليها أن تتريث قبل أن تلاحقه بأسئلتها. انتظرت ما يقرب من نصف ساعة مضت خلالها لإعداد الشاي، ثم جاءته تسأله عن سبب الاستياء الذي ارتسم على وجهه. نزلت من عينيه دمعتان، لم تره يبكي قط. قال لها إنه سيحال على المعاش بداية السنة المقبلة، وقد فوجئت هي الأخرى بذلك، وكانت تحسب أنه لن يحال على التقاعد سوى بعد نحو 10 أعوام. قالت كما قال هو قبلها إنها تظن أن في الأمر خطأ ما. صمت مطولا، تفادت أن تسأله من جديد، ثم رأته يقوم من مكانه ويمضي إلى غرفة النوم، تعلم أنه يودع خزانة الملابس الكثير من الوثائق التي تخصه،
وكان منها كناش الحالة المدنية. جاء به وجلس حيث كان، فتح الكناش وراح يتأمل الصفحة التي تعلوها صورته التي اخترقها ختم دائري بمداد ينزع إلى البنفسجي. بعد الاسم العائلي والشخصي واسم الأب واسم الأم، تاريخ الميلاد العام 32900 نحن في العام 91. هو وفق ما هو مدون في الكناش سيتم 60 في الفاتح من يناير من العام 92. نظر إلى زوجته التي جاءت لتجلس بجواره وقال: أظنه خطأ. في الغد سأل زملاء له عن السبيل إلى تغيير تاريخ الميلاد، وقد جاءت ردودهم تتحدث عن ضرورة إحالة الملف على القضاء. بالنسبة إليه تلك حلقة مفرغة ربما طال الدوران فيها. استسلم وصار يحاول أن يعد نفسه لحياته الجديدة، حيث لا مواعيد عمل ولا ربطات عنق ولا بذلات زرقاء داكنة اللون. في 2 يناير من العام 92 ظل الغازي في داره، يعلم أن الآخرين في أمكنتهم هناك في الميناء. ثم توالت الأيام، وكان يرى وهو يعود إلى سكنه في أوقات لا صلة لها بأوقات عودته في السابق. ثم شاع في الحي أن الغازي الرجل الغامض قد أحيل على التقاعد. مرت الأيام الأولى ثم صار يشعر بالملل، قرر أن يخرج إلى الشارع. صديقه الوحيد في الحي وكان متقاعدا منذ عدة أعوام أصيب بمرض أقعده الفراش، عاده مرتين أو ثلاثا. بعدها لم يكن يجد من يبادله الحديث. صار يرى في الحي يجوب منفردا الأزقة والشوارع. انقضت أشهر 6 على تقاعده لما لاحظت امرأته أنه بدأت تظهر عليه علامات الخرف، ثم صارت تخشى أن يتيه عن منزله، جعلته يلزم داره. ذات صباح من يونيو من العام 92 تمكن من التسلل من بيته في غفلة من زوجته، خرج هائما. لما افتقدته لم تجده في غرفته، واكتشفت أن الباب فتح. يومها لم يظهر له أثر ولا عثر عليه في الأسابيع التي تلت، وتم تعميم إشعار البحث عنه. بعد شهرين اكتشف في الحي المحمدي في الدار البيضاء. تعرف إليه أحدهم، رأى صورته التي عممت، سأله عن الوجهة التي يريد إليها، أجاب أنه يريد إلى ميناء الدار البيضاء وأنه يعمل هناك. لما أعيد إلى زوجته اضطرت إلى حبسه في غرفته تغلقها بالمفتاح. لم يتحمل القفص. بعد أشهر 3 اكتشفته ذات صباح جثة هامدة. لم يستطع حمو الإجابة عن ذلك السؤال الذي يبدو في ظاهره بريئا. يعرف جيدا أن لا أحد في القرية ممن هم من أبناء جيله يعلم بقصة المدني، فكيف لهذا الغريب أن يسأله عن عمه ذاك الذي طواه النسيان؟ بدا له منذ الوهلة الأولى أن الأمر غريب جدا. توجه إلى الغريب بسؤال: وأنت، هل تعرفني؟ سمعتهم يتحدثون عنك، ألست حمو؟ رجل بحقيبة ظهر من التلة التي تخفي وراءها البيوت القصيرة لقرية مسيمر، تمكنت الصبيتان من رؤية شخص ما يقبل. كان على بعد بضع مئات من الأمتار. لم تستطيع أن تتبين ما إذا كان القادم رجلا من القرية أم غريبا يعبر من هناك. الشمس تميل إلى المغيب وأشعتها تجعل أكثر صعوبة تبين ملامح القادم. التفتت إحداهما إلى غنيمات ترعيانها، لاحظت أنها ابتعدت قليلا فأصدرت صفيرا تعرفه ولكنها لم تكترث له. قامت من مكانها وأمسكت بحجر بقدر كفها ورمته صوبها. لم تكن تريد إصابة أي منها، ولكن لفت انتباهها عادت الغنيمات أدراجها. كان ذلك المقبل نحو القرية قد اقترب يحمل حقيبة ظهر. مر غير بعيد منهما، نظر جهتهما دون أن يتوقف. شعره الأشقر يوحي بأنه غريب. لم يكن في ذلك ما يثير استغراب الصبيتين، فقد اعتاد أهل قريتهما أن يروا سياحا أجانب يعبرون من هناك،
ولكن الذي لم يكن مألوفا أن يعبروا من هناك راجلين. واصل الرجل طريقه وقادت الفتاتان أغنامهما وأخذتا طريق القرية. أدركتاه عند الدكان الوحيد الذي يوجد في مدخلها. البقال واسمه سعيد رجل على مشارف الخمسين، ولم يعرف عنه غير أنه يتعاطى تجارة الأساسي مما يحتاج إليه الناس في تلك القرية، وخاصة قارورات الغاز التي يستعملونها في الإنارة والطبخ أيضا حين لا يكون متاحا الحصول على أخشاب. كثيرا ما توقفت عنده سيارات سياح من جنسيات مختلفة، لا للتبضع ولكن في الغالب الأعم لطلب معلومات حول الطريق. ويبدو أن كل ما استفاده سعيد من ذلك أنه تعلم بضع كلمات من بعض اللغات التي يتحدثها أولئك السياح، وخاصة الإنجليزية. لم يكن في مسيمر من يستطيع أن يجادل سعيد في كلمات إنجليزية أو إسبانية أو فرنسية، فهو وحده الملم بما يسمح بالتواصل مع أولئك الغرباء. أحياناً يشتري منه أحدهم سكراً أو قنينة زيت صغيرة ثم يشكره وينطلق. الذي عند دكان سعيد الآن أنزل من ظهره حقيبته وأسندها إلى ساقيه الطويلين. كان مربوطاً إليها وقد لف بعناية سجاد وشيء آخر من ثوب أخضر غامق. يشرح له سعيد شيئاً ما، قد يكون سأله عن الطريق، كذلك كان تخمين الفتاتين. ولكن سعيد فاجأهما بأن نادى على كبراهما واسمها سلوى. توقفتا معا، ولكن الصغرى واسمها حياة ظلت مكانها تحرس الغنيمات. لما صارت سلوى بمحاذاته سألها إن كان والدها في البيت، وقد استغربت أن يسألها بيد أنها لم تعد إلى المنزل منذ أن غادرته مع شقيقتها في الصباح. ودون أن ينتظر منها جوابا، ولعله تكهن بأنها لا تعلم إن كان في البيت أم لا، قال لها أن تبلغ والدها بأن شخصا ينتظره عند الدكان. حركت رأسها موافقة وانطلقت تجري لتلحق بشقيقتها. أسرعت إلى الدار. كانت والدتهما أول من التقتا. بادرت سلوى إلى إبلاغ أمها بما قاله لها البقال سعيد. نظرت إليها بما يشي بقلق انتابها، لعلها تتساءل عمن يكن هذا الذي يسأل عن حم زوجها. ثم ازدادت حيرتها لما قالت لها سلوى إنها تظن أن الذي يسأل عنه هو ذاك الغريب الذي رأته هي وشقيقتها يقبل على القرية راجلا ومتاعه على ظهره. لم تعقب ودلفت إلى الداخل. مضت الفتاتان إلى الزريبة تدخلان خرفانهما. رأتا والدهما يحمل جلابته على كتفه، تعلمان أنه لا يفعل إلا حين يكون مستعجلا الذهاب إلى موعد يعده هاما. ثم سريعا التحقتا بأمهما علهما تجدان عندها ما يجيب عن السؤال الذي يحيرهما: من يكن ذاك الغريب؟ ولما طلب البقال سعيد منهما أن يبلغ والدهما بأن شخصا ينتظره عند الدكان؟ ولكن أمهما لم تفض بأي شيء وقالت إنها لا تعرف شيئا. انهمكن ثلاثتهن في إعداد وجبة العشاء، وقد أيقن بأنهن ستعرفن الأمر الذي دعي فيه حمو إلى دكان سعيد حين سيعود إلى البيت. فيما مضى كان الحانوت يلعب دورا محوريا في حياة قرية مسيمر، فقد كان مكانا يلتقي عنده أهل القرية، وكان صاحب الدكان مستودعا لأسرار كثيرة قد لا يعرفها كثيرون. ولذلك كان الرجل يحظى بتوقير واحترام من السكان الذين لم يكن في النهاية سوى واحد منهم. وصل حمو إلى الحانوت، ألقى بالتحية وهو ينظر إلى سعيد. نظر نظرة خاطفة إلى ذلك الغريب الذي كان واقفا قرب الدكان وقد وضع أمامه حقيبة الظهر. ابتسم البقال وقال له إن الرجل، وأشار إليه، يسأل عنك. نظر جهته، عاد يسأل سعيد: من هذا؟ نعم، ألا تعرفه؟ لا، لم أره قط. كان الغريب يصغي إلى ما يدور بين حمو والبقال، ولما رأى حيرة حمو اقترب منه وقال بلكنة بينة: صحيح أنك لم ترني من قبل، وإذا صحيح أنك لا تعرفني.
ابتسم ابتسامة لم تمح ملامح اللغز الذي وجد حمو نفسه في مواجهته. اقترب الرجل أكثر وسأله: أليس لك عم اسمه المدني كان يعيش في فرنسا؟ لم يستطع حمو الإجابة على ذلك السؤال الذي يبدو في ظاهره بريئا، يعرف جيدا أن لا أحد في القرية ممن هم من أبناء جيله يعلم بقصة المدني، فكيف لهذا الغريب أن يسأله عن عمه ذاك الذي طواه النسيان؟ بدا له منذ الوهلة الأولى أن الأمر غريب جدا. توجه إلى الغريب بسؤال: وأنت هل تعرفني؟ سمعتهم يتحدثون عنك، ألست حمو؟ نعم أنا هو. وجهه لا يعني له شيئا. أنا دانيال، هو اسمي في الأوراق، ولكن والدي المدني كان يناديني عبد الله، إذن ناديني عبد الله. نعم، ولكن حمو لم يكن مقتنعا تماما بما يقوله هذا الغريب الذي يدعي أنه ابن عمه المدني، ثم إنه يتوجس منه. صحيح أن التقاليد تملي عليه أن يضيفه، ولكنه يتردد. كان سعيد يتابع باهتمام غير خاف ما يدور بين الرجلين، وقد سعى حمو إلى أن يعرف ما الذي جاء بذلك الغريب إلى تلك القرية النائية، ولكنه يعي جيدا أن ذلك لن يتأتى له وهما يقفان عند حانوت سعيد. قرر أن يستضيفه، وحتى يكون لديه شهود على ما سيقال دعا أيضا سعيد وفقيه مسجد القرية، ذبح خروفا وخبزت زوجته لاستقبال الضيوف. بحضور سعيد وفقيه الدوار سأله عن أحواله وأحوال عائلته. علم منه أن والده توفي منذ فترة طويلة، وأنه لم يخلف غيره من زوجته الفرنسية غوز. قال الرجل إنه جاء إلى مسيمر ليتعرف عليه، وإنه لم يأتي باحثا عن إرث أو ما شابه ذلك، ولأنه لا يفقه العربية فقد جاءه بورقة كان والده يقول إنها وديعة لشقيقه، ثم أخرج من حقيبة ظهره ورقة لفت بعناية. ما أن تسلمها حمو حتى فتحها، كانت وثيقة عدلية لم يرغب في قراءتها في الحين. جيء بالعشاء، ثم انصرف الفقيه والبقال. أمضى عبد الله 3 أيام ضيفا عند ابن عمه، وبعد أن سافر عرض حمو تلك الوثيقة على العدول في سوق أسبوعي. كانت وثيقة تنازل عمه المدني عن كل نصيبه فيما ورثاه الشقيقان عن والدهما لفائدة شقيقه المدني. صار العم أحمد حين يمل المكوث في تلك الغرفة فوق سطح منزل شقيقته ينزل إلى الشارع. في مدخل الزنقة حيث يسكن يجلس إلى عبد القادر الإسكافي. كان قرويا حديث عهد بوادلاو، يستعمل في إصلاح الأحذية عجلات السيارات المتلاشية. كان يثير الانتباه وإعجابا لا يخفى، وهو يستخلص منها شرائح كما يستخلص الجزار شرائح اللحم. كان يفعل وهو لا يكف عن الكلام. يجد العم أحمد في ذلك الرجل الثرثار مصدرا لأخبار وادلاو وأهلها ممن يعرفهم، كما يجد عنده أخبار القرى المجاورة. رجل من بسطاء وادلاو. في مدينة وادلاو الشاطئية شمال المغرب يتعرف الناس فيما بينهم، وحين يحل فصل الصيف يتدفق عليها المصطافون من جهات مختلفة من البلاد بل ومن الخارج. على مدى ما لا يقل عن 3 أشهر تعيش المدينة على إيقاعات ليست لها، ولكنها تدع لها مكانا، وتكثر الوجوه الغريبة، وفي الزحام تختفي الوجوه التي ألفها الناس، وتختنق الأزقة بالسيارات مختلفة الماركات والألوان والأحجام. من أرصفة المطاعم يتصاعد دخان يحمل رائحة السردين واللحوم، وفي المساءات التي تكون بنكهة خاصة على الكورنيش حيث تصخب الأزقة منبهات السيارات وإيقاعات كأقوى ما قد تتحمله الأذن، وشبان وشابات يمنحون أنفسهم فسحة من الحرية تمتد حتى حدود الفجر، أصوات ورقص. وفي بيوت لا تدب فيها الحياة سوى في أشهر الصيف المعدودة السمر ألوان وأشكال كما السمار. بعيدا عن الكورنيش
تكاد الحياة تحتفظ بوتيرتها الاعتيادية. هناك حيث الدور تكترى بأثمنة أقل من سومة الكراء في الكورنيش، يتكدس مصطافون من غير أصحاب المال والغنى، أولئك الذين يشترون الخضر وما يحتاجون إليه من خبز من الأماكن نفسها التي يتسوق منها البسطاء من سكان وادلو. العم أحمد واحد من أولئك البسطاء، هو الآن في 74 حسب ما هو مدون في وثائق هويته، أمضى منها 40 سنة مستخدما في الجماعة، أحيل على المعاش قبل 14 سنة ويتقاضى معاشا لا يكفي لإعالة أسرته. مشكلة العم أحمد العاشير حتى تعلم اسمه الكامل أنه 3 سنوات قبل أن يحال على المعاش توفيت زوجته لأزيد من 26 عاما طامو. صحيح أنها كانت امرأة عاقرا وسقيمة منذ سنوات عدة، ولكنه ربما لم يضع في حسابه يوما أنها ستموت وأنه سيضطر إلى الزواج من أخرى. كثيرا ما أسر لبعض من مجايليه بأنه لم يكن يرغب في الزواج، وأنه ما فعل إلا إرضاء لشقيقته أم هانئ التي منحته المأوى في بيتها الذي لا يبعد كثيرا عن مسجد علي الغماري. كان العم أحمد يشغل غرفتين بنيتا في سطح الطابق الثاني. في الطابق الأول كان يسكن أستاذ للغة الفرنسية في إحدى الثانويات، بينما احتفظت أم هاني التي تقيم في بلجيكا لنفسها بالطابق الأول. ولأنها لم تكن تأتي إلى وادلاو كل عام، فإن كثيرين من الجيران يظنون أن المنزل منزل العم أحمد. بعد أقل من 6 أشهر من وفاة طامو زوجته الأولى، تزوج أحمد العاشير من بكر تصغره بأزيد من 35 عاما، وقد عاب عليه ذلك كثيرون، ولكنه لم يكترث لما قيل. بدا له أن اختيار شقيقته الوحيدة أم هاني كان اختيارا موفقا، ولعله ظن أن الذين قالوا ما قالوه إنما كان دافعهم حسد أو غيرة. كانت زوجته الشابة رشيدة البنت الوحيدة لوالدتها التي ترملت بعد ولادتها، واضطرتها ظروفها إلى القدوم من قريتها إلى وادلاو كل أسبوع لبيع بعض من المنتوجات الفلاحية كالبيض والدجاج البلدي أو الخضروات والفواكه الموسمية كالتين. كان العم أحمد بحكم عمله في الجماعة يعرف المرأة، وقد رأتها أخته ذات مرة وكانت معها ابنتها الخجولة رشيدة. قد تكون طرحت معها فكرة تزويج شقيقها من تلك الفتاة على سبيل المزاح، ولكن المرأة فيما بدا كانت عازمة على تزويج رشيدة لأول من يطرق بابها. تلك تفاصيل لم يعرها الرجل اهتماما يذكر بعد أن رأى الفتاة. ثم تم الزواج. أقامت هي في قريتها هناك في الجبل حفلا، واكتفى هو باستدعاء بعض الطلبة لأمسية تليت فيها الأذكار والقرآن، واختتمت بعد وجبة العشاء بدعاء له بالرفاء والبنين. رزق أحمد العاشير من زوجته ولدين وبنتين. كانت حياة جديدة له، هو الذي لم يكن يظن أنه سيخلف من سيحمل اسمه. في السنوات 3 الأولى من زواجه كان يستطيع وإن بصعوبة أن يتدبر أحوال الأسرة براتبه الشهري. يعلم أنه يستطيع ذلك لأنه لا يدفع لشقيقته شيئا لقاء سكنه في سطح منزلها، ولكن الحياة صارت في نظره أشبه بالمستحيل لما أحيل على المعاش وأصاب أجره الشهري ضمور لم يكن يتوقعه. هو في 60 الآن وأكبر أولاده في 3. كانت شقيقته تبعث إليه من فترة إلى أخرى ببعض المساعدات، منها ملابس للأطفال، وحين المناسبات الدينية كالأعياد أو مطلع شهر رمضان تبعث إليه بعض المساعدات النقدية. صار يلمس صعوبة الحياة، متطلبات الأطفال تزداد كل يوم. فكر في البحث عن عمل يوفر له دخلا إضافيا، ولكنه لم يهتدي إلى عمل يناسب سنه وقدراته. لم يتعلم حرفة. السنوات 40 التي أمضاها في الجماعة أمضاها بوابا. قال ذات مرة بمرارة إنه كان يظن لما حصل على تلك الوظيفة أنه نال ما لم ينله عديدون من أقرانه.
وكان ذاك ما جعله يتكاسل ويتقاعس عن البحث عن حرفة توفر له دخلا. كان بعض ممن يعملون في الجماعة ومنهم من كان أرفع درجة منه يزاولون التجارة إلى جانب وظيفتهم، لم يفعل شيئا. صار العم أحمد حين يمل المكوث في تلك الغرفة فوق سطح منزل شقيقته ينزل إلى الشارع في مدخل الزنقة حيث يسكن، يجلس إلى عبد القادر الإسكافي. كان قرويا حديث عهد بوادلاو يستعمل في إصلاح الأحذية عجلات السيارات المتلاشية. كان يثير الانتباه وإعجابا لا يخفى وهو يستخلص منها شرائح كما يستخلص الجزار شرائح اللحم. كان يفعل وهو لا يكف عن الكلام. يجد العم أحمد في ذاك الرجل الثرثار مصدرا لأخبار وادلاو وأهلها ممن يعرفهم، كما يجد عنده أخبار القرى المجاورة، يستمع إليه بتلذذ. حين يعود إلى أهله هناك في سطح منزل شقيقته يلمس من جديد واقعه الحزين. تكون رشيدة في انتظاره وقد أعياها الأطفال بما يحدثونه من ضجيج. عليها أن تبدع كل يوم حلا لإعداد وجبات لا تكلف الكثير، وكانت أحيانا حين يبلغ التعب لديها مداه تصرخ في وجه العم أحمد يتحملها، يقول لنفسه إنها لم تكن تستطيع أن تفعل ذات زمن، لعل عجزه عن توفير كل احتياجات أسرته ما يدفعه إلى التنازل عن أشياء كثيرة. توالت متشابهة الشهور والسنون، رأى أطفاله يكبرون، هو الآن في 74. فكر متأخرا في محاولة العمل مع الصيادين يجر معهم الشباك لقاء نصيب مما يتم اصطياده. ذات صباح خريفي ارتدى جلبابه الصوفي وحذاء متينا كانت قد أهدته إليه شقيقته، ثم انطلق إلى الشاطئ يبحث عن الرئيس بوحمادة. كان من الصيادين القدامى، لم يلتقه منذ سنوات. دله أحدهم على مكانه، كان منهمكا في إعداد الشباك، وقف بجانبه فلم ينتبه إليه، ناداه باسمه فرفع بصره، الأقدامون فقط يعرفون اسمه الحقيقي الوافي. نظر إليه مليا ولما تذكره قام وعانقه، ثم أفضى إليه بما يريده. يعلم الوافي بوحمادة أن أحمد العشير لم يتعاطى الصيد في حياته، ولكنه لن ينسى أنه لما كان يعمل في الجماعة كان كثيرا ما أسدى إليه خدمات، وحتى لا يرده خائبا قال له إنه سيوكل إليه مهمة غير جر الشباك. لم يفصح عن تلك المهمة واكتفى بالقول إنه يرحب به ليكون واحدا من فريقه. كان يعلم أن الرجل وهو الآن في 74 لن يقدر على ركوب البحر ولا على جر الشباك، وقد قرر أن يجعله مراقبا لمن يشارك في كل عملية، غايته ألا يشعره بأنه يتصدق عليه. في اليوم التالي كان على العم أحمد أن ينهض باكرا وأن يقصد إلى الشاطئ بعد صلاة الفجر. توضأ ومضى إلى مسجد علي الغماري. كان الجو باردا، يومها استحضر السنوات 40 التي أمضاها مستخدما بالجماعة. بعد أن قضيت الصلاة مضى إلى الشاطئ. كان الصيادون يصلون تباعا، ثم جاء الرئيس بوحمادة. بعد أن وزع المهام على رجاله أسر إليه بأن مهمته أن يراقب كل متهاون في العمل وأن يبلغه بالأمر، ثم انطلق القارب بعد أن دفعه الرجال إلى الماء وهم يطلبون العون من الله ويصلون على النبي. رأى العم أحمد القارب يبتعد ثم يختفي وراء الضباب. مضى إلى كوخ للرئيس بوحمادة وجلس هناك ينتظر. بعد منتصف النهار عاد الرئيس ومعه الرجال الذين أبحروا معه، أعدوا براد شاي وأشعل أحدهم نارا وجيء بخبز بارد لتسخينه. على رف داخل الكوخ قنينة ماء معدني ملئت زيت زيتون، طلب الرئيس من العم أن يأتي بها. قال وهو يضحك سوف تعتاد على الفطور الثاني، نحن لا نتناول وجبة الغذاء إلا عصرا. قام الرجال يقودهم بوحمادة والتحق بهم آخرون وشرع في جر الحبال. دامت العملية أكثر من ساعة.
كان العم أحمد يتابع وهو يطوف بهم. لما أخرجت الشبكة لم يجرؤ أحد على فتحها، كانوا جميعهم ينتظرون الرئيس. كان صيدا وفيرا. التفت أبو حمادة إلى صاحبه القديم وقال له: يبدو أنك فأل خير. ثم أفرغ ما في الشبكة في صناديق من خشب، وأعطي كل من شارك في جر الشبكة نصيبا من السمك، وحصل العم أحمد على سمكتين كبيرتين. يومها عاد إلى المنزل سعيدا، لم يحدث له ذلك منذ مدة يحسبها دهرا. يومها قال لرشيدة زوجته الشابة إنه يحس وكأنه بعث من جديد. نظرت إليه ببعض من تعجب ولم تتكلم. بعد 6 أشهر نام العم أحمد ولم يستيقظ. حمل معه حلمه بحياة جديدة لن يذكره أحد، كان واحدا من بسطاء ودلو.